معمولة على شكل دب، ده الشكل بتاعها من جوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أسامة يوسف وفيديو جديد. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعة بإذن الله هنتكلم عن فيديو جديد عن منتجات بـ3 جنيه. بس قبل ما نبتدي الفيديو عايزين نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد كده يا جماعة تاني حاجة هنلاقكم بشهر رمضان الكريم، ربنا يعود الأيام بخير. النهاردة يا جماعة بإذن الله هكلمكم عن كم منتج مصر وإمارات جديد. أول حاجة منتج بوبو، ده الشكل بتاعه تمام. المنتج ده مصر يا جماعة 3 جنيه. تاني حاجة خندين مافن الشوكولاتة، ده الشكل بتاعه 3 جنيه برضو، ده جيت كاب تمام. تالت حاجة دولسي منزلة بسكوت اسمه دولفيكا ويفر قشطة بالشوكولاتة، وده الشكل بتاعه 3 جنيه برضو. رابع حاجة ماجيستو، ده منتج إماراتي بـ3 جنيه، بسكوت بالشوكولاتة تبع شركة تيفاني. اما اخر حاجه هنقدمها النهارده جبتها لكم قبل كده بس منزله حاجه جديده، اللي هي بريك ريزو اماراتي برضو بـ3 جنيه، بس ده بالفلوس تاني مختلف عن التاني تمام. دول الحاجات اللي هنقدمها النهارده، يلا مع بعض نشوف. اول حاجه كب الشوكولاتة مافن 3 جنيه، ده الشكل بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعة شركة بورسعيد للصناعات الغذائية هي اللي عاملاها، الشكل بتاعها حلو. ده الشكل بتاعه، هو كيك عادي ومحطوط عليه قطع شوكولاته من فوق، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، نلففها بالشوكولاتة وعليها قطع شوكولاتة من فوق صغيرة، طعمها حلو. 3 جنيه مش وحشة، طعمها كويس. يا جماعة تاخد تقدير 7/10. نشوف اللي بعده، دولفي قشطة بالشوكولاتة. دولفي يا جماعة زي ما انتوا عارفين ده الشكل بتاعه، تبع شركة دولفي ونسلة، شركة واحدة عموما. نفتح كده وندوق. ده الشكل بتاعها، بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا،
يا جماعة عبارة عن ويفر من جوه فانيليا كده بطعم القشطة وشوكولاتة، طعمها عادية جدا ما تستاهلش ال3 جنيه دي، 4 من 10 تستاهلش أكتر من كده. هندخل على اللي بعده، بومبو كيك محشي كريمة الحليب، ده تبع شركة بورسعيد للصناعات الغذائية، ده الشكل بتاعها بس الشكل محترم أوي، شكلها فرد، شكل الغلاف شكله شيك. شوف شكلها من جوه، معمولة على شكل دب، ده الشكل بتاعها من جوه، شكلها حلو. على فكرة يا جماعة من ورا لو انتوا لامحين محقونة كريمة، جواها كريمة من جوه، حلو. طعمها حلو، دي أحلى من كيك القلب الشوكولاتة، طعمها أحلى. ليه يا جماعة تاخد 7 من 10؟ ندخل بقى على منتجات الإمارات، هنبتدي بالريزو، ده الشكل بتاعها، دي برضه ب3 جنيه تبع شركة تيفاني بس الإمارات الحق نزل منتجات كويسة أوي، يعني أنا جربت كام منتج للشركة دي، منتجات محترمة جدا طعمها حلو. ده الشكل بتاعها شايفين؟ كافيه من جوه، مصغ معه من بره شوكولاتة، من جوه كريسب اللي هو موز منفوخ مثلا، رز منفوخ وكراميل وفول سوداني، يعني فيها التشكيل كله، ونسبة بسكوت خفيفة جدا بس طعمها حلو أوي. جميلة ده يا جماعة، عندها 9 من 10، الطعم بتاعها مظبوط، الشوكولاتة طعمها حلو أوي، والفول مديلها طعم كويس أوي، حلو أوي. مع آخر حاجة بقى معانا النهاردة، ماجستو، ده الشكل بتاعها، بسم الله الرحمن الرحيم، ده أكلنا على الضمير. كم قطعة دي؟ ده كمان الشكل بتاعها، بسم الله الرحمن الرحيم،
ده يا جماعة وافر عادي بالشوكولاتة، طعمها حلو أوي. تستاهل ال3 جنيه، ولو أكتر من 3 جنيه هتتباع. الشوكولاتة بتاعتها قريبة من شوكولاتة اللوكر، عارفينها بسكوتها اللوكر؟ حلوة حلوة أوي. دي يا جماعة برضو أديها 9 من 10. دي يا جماعة كان فيديو النهاردة. قبل ما أقفل الفيديو عاوز أقول لكم على حاجة، مش عارف أثبت القناة منتجات ولا أبتدي أعمل في القناة محتوى تحديات. عاوز أستقر على حاجة من الاتنين ولا أعملها حاجات كتيرة؟ قولوا في الكومنتات تحت ورأيكم ايه، وانا هحاول اثبتها عن اللي انتوا هتقولوه. تمام، وده كان فيديو النهارده. متنسوش يا جماعه تعملوا لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.